اول شيء انا جيت سعيد اليوم اول شيء انا جيت سعيد اليوم بالتواجد ديالي بمدينه إفران وفي هذا المهرجان الزوين. الحمد لله تفاجات بالحضور ديال الجماهير اليوم. فاول شيء انا جيت سعيد كذلك التكريم ديالي من طرف سيد عام مدينه إفران، فكنقول ليه شكرا من هذا المنبر هذا. والحمد لله انا وليت كنحس براسي ابن مدينه إفران، خصوصا التدريب اللي كناخذها هنا حوالي 10 سنوات و 12 سنه ونتواجد بهذه المدينه هذه. فوليت كنحس براسي بانني ولد هذه المدينه هذه، وتلقيت الحب الكثير من هاد الناس ديال المدينه، وكنقول لهم شكرا بزاف على الحفاوه ديالهم، على الشكر ديالهم ليا وعلى التشجيعات كذلك اليوم ليا. فصراحه استقبال ديال صاحب الجلاله الله ينصرو فكان ما غيعطينا واحد الفخر وواحد الاعتزاز وواحد القوه ان شاء الله باش نكمل في المسيره الرياضيه ديالي ان شاء الله، باش نزيد نشرف بلادي في بطولات كبرى ان شاء الله اللي منها بطوله العالم والالعاب الاولمبيه المقبله ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله دائما نكون عند حسن الظن ان شاء الله. بالنسبه لوجود الام ديالك اليوم معك في التكريم وجميع المناسبات. الحمد لله حنا المغاربه معروفين برضات الوالدين، فانا الوالده ديالي ولا الوالد ديالي دائما معايا. الحمد لله واخا كناخذ السباقات ديالي هما مش معايا، ولكن الدعوات ديالهم دائما معايا وكنحس بهم معايا. فالحمد لله انا جيت سعيد بالتواجد ديال الامهات معايا ان شاء الله. شكرا. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.